لا يكاد أن يحتفل الشارع العراقي بنصر أو إنجاز إلا وتخرج أحداث تعكر صفهم، هكذا عبر مواطنون عن رفض حكومة كركوك الانصياع لأوامر بغداد، مما اضطر الأخير للتدخل عسكريا لفرض قوة الدولة والقانون في المحافظة. بعد استنزاف كافة أو استنفاذ كافة الحلول الدبلوماسية والسياسية العقلانية والتي حاولت تهدئة الأمور ما بين الشعب الواحد وحقيقة الشعب الكردي وشعبنا، وشعبنا احنا واحد بين الشعبين، كان لابد أنه يكون للحكومة العراقية موقف اتجاه قضية كركوك. نحن لا ندافع عن كركوك لكونها تمتلك حقول نفطية أو ثروات نفطية، وإنما الأرض العراقية أرض طهور مقدسة من الشمال إلى الجنوب، كل شبر بالعراق هو غالي. الحكومة المركزية يجب أن تأخذ بزمام الأمور على كافة المحافظات، حتى موضوع المناطق المتنازع عليها، هذا من واجب الحكومة العراقية حسب وفق الدستور. مواطنون عبروا عن ترحيبهم بالخطوات التي تتبعها الحكومة العراقية بعد أن تمردت حكومة كركوك بمخالفتها للقوانين، عادين هذه التحركات ردا مناسبا على ما تقوم به حكومة شمال العراق من انتهاكات للقوانين العراقية. لابد وأن الحق يرجع لأصحابه، يعني مهما طال الوقت أو الزمن، فلذلك أنا أشوف الخطوة هي خطوة صحيحة، ويجب على الحكومة العراقية أن تقوي تمركزها وتقوي من شأنها وتكون هيبة الدولة متواجدة في هذا في هذه الخطوة الجبارة اللي اتخذوها هذا اليوم. اكو 8 أو 7 نقاط سلمت للجيش العراقي بترحاب من البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني، هذا دليل على انهم اوصلاء يريدون الدستور ويريدون العيش تحت خيمة العراق الموحد بسلام، لانهم اخذوا كل حقوقهم. ليست بمعركة انما هي سلطة فرض القانون، اموال النفط لكل العراقيين، المنافذ الحدودية لكل العراقيين، كل ما يدخل من سياحة لأربيل أو دهوك أو سليمان لكل العراقيين. القوات العراقية وبتقدمها في أغلب مناطق كركوك وبالتعاون مع البيشمركات التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني تثبت أحقية ما تقوم به من عمليات، وأن هدفها هو فرض القانون وليس احتلال كركوك كما يشيعه الجانب الكردي. مصطفى حمدي، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.